ثلاث حالات مؤكدة بالإصابة بوباء الدفتيريا، بالإضافة إلى 20 أخرى يشتبه إصابتها بالمرض حتى الآن، سجلت في قسم الترصد الوبائي بمحافظة أبين. الحالات التي أتت إلينا تقريبا في حدود 10 حالات، أغلبها لم يمكث عندنا في المستشفى، إنما أخذ العلاج وراح دون حتى أما نعمل لهم ترقيد، لأن أول ما يتكلم وتقول له عنده دفتيريا أو عنده شيء على طول الرجال أو الأب يأخذ ابنه ويروح. في 3 حالات حولت لعدن، في حالة توفت حالتين توفت وحالة وضعها صحي كويس. خطر الإصابة بالوباء بدأ بالانتشار، هذا ما هو مؤكد، وزاد من تفاقم المشكلة الصحية التي تزداد سوءا يوما بعد آخر في هذه المحافظة. الوضع الصحي والاجتماعي لا نستطيع أن نسيطر عليه نحن في مستشفى، فالاكتظاظ السكاني وعدم جلب الحالات بشكل عاجل إلى المستشفى خصوصا من صغار السن ربما يؤدي إلى انتشار هذا الوباء انتشار كبير يعني أو كارثي، وهذا ما لا نتمناه. ظهور حالات وباء الدفتيريا في الوقت الذي لا يزال فيه خطر الكوليرا قائما يجعل الخطورة تبدو مضاعفة، خصوصا وقد تم تسجيل حالتي وفاة بالمرض. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.